الاسعار غاليه. السب دينا 400 ريال، دابا ديتو ب 400 ريال، ديت نص كيلو، خزو 180 10 دراهم، بطاطا 100 ريال، اللفت 160، كلشي كلشي غالي، الاشعار كلهم غاليين. ما كاينش زعما حيت الحوانت سادين، صافي، الحوانت سادين الخضره قليله تيديروا بس ما بغاو. والاسعار غاليه خويا بزاف كاع فيها، غاليه الاسعار بزاف. خزو راه ب 240 ريال، خبزه راه بجوج دراهم، البصله راه بالفرنك. يعني راه غاديين في واحد الحاله الله يرتاح لها وصافي. وتنطلبوا ان شاء الله نشوف الدوله تفنا شي حل هذا الحال. وتنقص عندنا هذه المعيشه غي غاليه بزاف في الرباط ولات. ما قادينش عليها، وكاين الناس ضعفاء مساكن، كاين اللي ما عندوش. ديما في العيد هذه المشاكل ديما تتوقع اخي. مورا العيد هذه 8 ايام ديما تتوقع هذه المشاكل. كانت واحد الازمه بعد الاولانيه ديال البصله. البصله كان واحد الثمن مرتفع بزاف. هاد الايامات شويه بدات تنخفض، مطيشه كذلك، كذلك دابا مطيشه واصله 5 دراهم غير الاخرى، غير البلديه ماشي حتى الروميه. فهمتي البطاطا دابا واصله 120 ريال 100 ريال. فهمتي الثمن ديال الخضره كله في العيد دابا مرتفع، والناس ما غتبقاش تاكل غير اللحم، خصهم الخضره تدخل، وخص الانسان يجيب لهم كيبغيو الشلاضه مثلا هنا في الوقت ديال العيد، كيبغيو حويجه ديال الديسير يكون شويه ثاني رخيص، مثلا دابا غير الخوخ البارح ب 300 ريال الكيلو. الانسان ما استطاعش ديالو ياخذ 3 كيلو ب 300 ريال ديال الخوخ، فهمتي؟ والانسان خصهم شويه يخافضوا من هذا سميتو الثمن ديال الخضره، لان الناس ضعيفين مساكن، ماشي الانسان كل شيء عنده، راه واحد عنده واحد ما عندوش. المشكل بالمناسبه الناس اللي غيوجدوها كيمشيو يعيدوا حتى هما، وداك الشيء ما كاينش اللي يوجد السلعه، داك الشيء باش تيكونوا خدامه قلال كيطلبوا الثمن. لهذاك السيد اللي كيجيب السلعه للجمله كيطلبوا ليه الثمن. تيخلصهم بواحد الثمن حتى هو، وحتى هو كيزيد عاوتاني في المارشي، وحنا عاوتاني ملي كنشريو كنشريو سلعه غاليه كتوصل هنا غالي. لا 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 ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.